السلام عليكم أحبابي في الله، مرحبا بكم في قناة كيش تك في هذه الحلقة الجديدة. هذه الحلقة التي سوف أشارك معكم هذا الموقع المعروف والمشهور، اسم الموقع هو يوغوف. هذا الموقع يمكنك أو يعطيك قدرا من المال مقابل أن تقوم بملء استطلاعات الرأي، يعني يطرح عليك أسئلة وأنت تجيب، يعني أسئلة عشوائية وعادي حتى إجابتك ممكن أن تكون عشوائية، وفي كل مرة تنتهي يعطيك عدد معين من النقاط. هذه النقاط سوف تجمعها لكي تحولها إلى رصيد يمكن أن تستلمه عن طريق الحوالات أو عن طريق البنك الدولي المعروف باي باي. إذن لنشرع في الشرح، ابقوا معي، لكن رجاء لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ودعمي بزر لايك وسبسكرايب في القناة ليصلك كل جديد. إذن أصدقائي، بعد الضغط على الرابط الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو سوف يحولكم مباشرة إلى هذه الصفحة. تقوم بتعبئة هذه الخانات بإدخال البريد الإلكتروني والرمز السري والضغط على هذه الخانة ليحولك على تأكيد الحساب كما ترون، ويمكنك أيضا أن تتسجل عن طريق الفيسبوك. يعني بعد تحويلك على الجيميل سوف تجد رسالة تضغط عليها، تجد هذه الخانة، تضغط هنا ابدأ الاستطلاع، يحولك مباشرة الى صفحة استطلاع الرأي. ننتظر قليلا، تظهر معك الصفحة بهذا الشكل. يقول لك لكل شخص ينضم إلى يوغوف عبر رابط الإحالة سوف تستفيد، ويكمل 6 استطلاعات رأي سوف تستفيد من 200 نقطة. وهذه هي الإيجابيات في هذا الموقع، يعني يمكن أن تبعث لأصدقائك ليساندوك لتكون الأمور بسرعة وبشكل جيد. تضغط هنا للذهاب مباشرة إلى استطلاع الرأي. ننتظر قليلا لحين التحميل. إذن بعد التحميل تعطيك صفحة بهذا الشكل، نضغط على العربية، يمكن أن تختار أي لغة، تقوم هكذا. ثم هذه هي الأسئلة، تقوم يعني تكون أسئلة عشوائية يمكن أن لا تجيب يعني بشكل صحيح، يعني أن تقوم باختيار كل شيء عشوائي ثم هكذا لحين ما تكمل استطلاع الرأي كله. يعني الأمور كلها جد بسيطة وسهلة، سهلة سهلة جدا، وسوف نستفيد منها جميعا بإذن الله. إذن بعد الانتهاء من استطلاع الرأي تأتيك صفحة بهذا الشكل، تقوم بالضغط على المراحل الأخيرة ثم نكون قد أنهينا كل شيء. يأتي بك مرة أخرى إلى حسابك ويقول لك هنيئا لك، لقد قمت بإضافة 50 نقطة كما ترون معي، ويقول لك لسحب هذه القسيمة، قسيمة 50 دولار، يجب عليك أن تكمل 5000 نقطة، ويمكن أيضا أن تتبرع بهذا المال، يعني كل واحد وحسب ما يريد. إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم، وكما قلت في الأول لا تنسوا دعمي في لايك والاشتراك في القناة.